استاذ مجدي، ايه راي حضرتك في الفن دلوقتي سواء التلفزيون او السينما؟ يعني السينما ما اقدرش اقول لك الا مثلا فيلم او فيلمين في السنه بيتعملوا على مستوى السينما الصح. التلفزيون فيه اعمال كويسه لكن مش كتير. الفن محتاج ايه استاذ مجدي؟ محتاج ان يعود ان يعود الاصل، يعني بمعنى ايه؟ ان يعود كل الاشياء الى اصلها، ان يبدا المسلسل او الفيلم بالورق. في البدء كانت الكلمه الورق، ثم المخرج، ثم اختيار فريق العمل. لكن ده مش هيحصل، لان احنا في ظل موجه طاغيه من الاعلانات هي اللي بتتحكم في كل حاجه. وبالتالي يعني اللي انا بقوله ده قد يكون حلم، لكن لابد ان يعود الامور الى لازم السينما نشوف تاني اللعب مع الكبار، الارهاب والكباب، افلام الاستاذ وحيد حامد والاستاذ شريف عرفه، الحاجات دي كلها. التلفزيون لابد ان تعود مره اخرى دراما، زي مش هتكلم عن مسلسلاتي، زي الليالي الحلميه ورأفت الهجان وبوابه الحلواني وكده. في حاجه جديده الاستاذ مجدي؟ في مسلسل بس لسه بعد العيد الكبير هنبدا فيه، مسلسل ينتمي الى نوع الدراما الصعيديه. مين الابطال؟ لا لسه خالص، ده لسه مشروع على الورق يعني. ما فيش اي معلومات حصل الجورنال المصري على المسلسل؟ احنا لسه يعني لسه مخلصين العيد امبارح يعني. تمام، ميرسي يا استاذ مجدي، ميرسي لحضرتك جدا.